اهلا بكم متابعي فاستفير، رجعنا لكم في لقاء جديد. باقيين كنسلطوا الضوء على واقع السينما المغربيه، وباقيين مع موضوع الدعم. من بعد ما تم الكشف على الاعمال اللي استفدت من الدعم او تطبيق الدعم، فاليوم معنا المنتج والمخرج عادل عمور باش نتناقشوا في هذا الموضوع. اهلا بك سي عادل. اهلا وسهلا سي عادل. طبيعه الحال تكون عرفتي بان قائمه المشاريع اللي استفدت من تطبيق الدعم تم الكشف عليها. نعم. فاولا كنبغي نعرفوا الراي ديالك في الاعمال اللي خدات تطبيق الدعم، اللي استفدت من تطبيق الدعم. في البدايه كنشكركم على الاستضافه، كنشكر الفاس تي في، كنشكر جميع الطاقم. هذا موضوع مهم وسؤال مهم جدا، لانه في اللجنه الاخيره لدعم الافلام المغربيه كنا دفعنا عمل للدعم، وهو ثاني او ثالث مره كندفعوا كيرفضوا لنا باش يدعموا لنا الاعمال. فدفعنا عمل اللي هو عمل مغربي 100%، فيه جميع المواصفات، فيه الدراما، فيه الكوميديا، فيه الاكسيون، فيه يعني موضوع اللي هو غيفيد المجتمع المغربي والجمهور المغربي. هو فيلم تكريما للامن المغربي باش نشوفوا المجهودات ديال الامن الوطني. فاحنا ملي كنقولوا تكريم الامن المغربي كنكرموا الامن كامل ديال بلادنا ديال المغرب. اليوم الحمد لله كنعرفوا بان المديريه العامه للامن الوطني ولا رجال الامن ولا السيد عبد اللطيف الحموشي المدير ديال المديريه العامه للامن الوطني ومدير امن التراب الوطني، فخرجوا من 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 يدو الناس، ما غاديش نقول غير يعني عندهم واحد كفاءه عاليه، اكثر من كفاءات. يعني عندنا الحمد لله، انا درت واحد البحوثات على المديريه العامه للامن الوطني وعلى رجال الامن المغرب، فكنلقى بان عندنا دكاتره في علم الاجرام هم مغاربه في المعهد الملكي للشرطه، في المديريه العامه للامن الوطني. الحمد لله كنفتخروا برجال الامن، لان اليوم كنشوفوا تصدير رجال الامن لمعظم الدول ومحاربه الجريمه، الارهاب، العصابات كذا. فهذا افتخار المحافل بطبيعه الحال، اكيد فهذا افتخار لكل المغاربه. وحنا من هذا الوجه هذه بغينا نطلقوا ونكرموا هاد الناس هادو، ويبانوا البوليس ديال المغرب شكون هما. حيت الاكثريه حنا كمغاربه كنسمع بوليسي كنقول البوليسي ديال الرون بوان او بوليسي ديال المقاطعه او ديال الكوميساريه، فما كنعرفوش البوليس اللي هما حامينا، اللي حنا ناعسين هما فايقين حاملين البلاد ديالنا، حاملين يعني حاملين من جميع الجهات. العمل اللي كيتناول بحال هذا الموضوع، هذا شنو المبرر اللي تعطى بانه ترفض ليه الدعم؟ المبرر كيقول لك هذا ليس فيلم درامي، ما عندكش دراما، وهذا تكريم للامن المغربي، وهذا غيكون بحال فيلم انسيسيونيل، وهو لا علاقه. احنا دفعنا لهم السيناريو الاول، دفعنا لهم السيناريو الثاني، بدينا بعلاقه ديال واحد جوج توام بنات. كيفاش الله سبحانه وتعالى كيخلق التوام كيعطيهم الصفه ديال الشبه 100%، ولكن في النفسانيه ديالهم كيكون واحد التغير كبير. من داك البنيته التوام غادي ننطلقوا، غادي نشوفوا الاب ديالهم اللي هو مسؤول في الميناء، يعني مسؤول جمركي في الميناء، اللي غادي يتامبليك مع داك واحد المافيات اللي دخلوا استقروا في البلاد كيسحبوهم من المغرب ساهل. اللي جا بغى يدير شي حاجه كيجي لبلادنا المغرب كيقول راه المغرب ساهل نديروا فيه شي حاجه. فاي حركه يلاه جاوا هذيك المافيات، اي حركه كيبغاو يديروها كيلقاو البوليس كلشي في خبارهم. ولكن هنا كتبرز الحبكه الدراميه، يعني كيفاش ما كاينش الدراما وهو اصلا الفيلم كامل قائم على الدراما؟ هذا السؤال ديالك هو السؤال ديالنا كاملين حنايا، لان اليوم كنعرفوا، لان هادشي ماشي غريب علينا وماشي اول مره. حنا في الدعم كنعرفوا هناك ناس اللي كيتعطى لهم دائما الدعم، يعني كاينين لوبيات المسيطره على المجال الفني كثير. كاين الناس اللي هما معروفين، ولا جيت نوريك اللائحه الاخرى اللي جاتنا دابا ديال النتيجه وحنا ما كاينينش فيها، كنلقاو بعض الاشخاص اللي خداو ذاك العام واللي خداو واللي خداو واللي خداو واللي خداو، يعني نفس الناس كتستافد كل سنه. ما فهمناش، كندخلوا اللجنه كاينين الناس يعني كثار في اللجنه، كل واحد كيلقي السؤال ديالو، كندافعوا على العمل ديالنا. كانت الدمار الشامل اللي هو في الفيلم اللي قبل هذا مازال ما صورناش، ولكن الفيلم اللي صورت قبل منه هو فيلم كازا اوفردوز، اللي طرقت المواضيع كثيره للمجتمع المغربي والشباب المغاربه. كنا درنا فيلم كازا اوفردوز على ادمان الشباب، على الترميل، على بزاف ديال الحوايج، والحمد لله ولو ما خديش الدعم عليه كان دعم خاص، كنلقى سميتو كان دعم خاص من عندي انا.
قدر الله ما شاء فعل. من بعد ما ساليت التصوير ديالو وسالت المونتاج ديالو بغيت ندير القاعات السينمائية، جا وباء كوفيد تشدوا القاعات، سنتين ونص من المعاناة، سنتين ونص من الخطية، سنتين ونص وانت رسمال كله حطيتي في واحد العمل باش تعطي لخوتك المغاربة شي حاجة اللي غتفيدهم. حنا بغينا نحيو السينما المغربية، بغينا نحيو سينما العائلة كما كان زمان كانوا العائلات المغاربة كيديروا نهار نهار السينما، نهار كيبغيو يمشيو السينما كيجي الأب كيقول لهم فراش شهر غادي نمشيو وغادي ندخلوا السينما. كاين النظام كانت عندها واحد القيمة كبيرة، مع الأسف كل شيء تدمر. يعني السي عادل، انت ضد الفكره دي انني نستعمل يعني نعتمد مشاهد خارجه او لا الفاظ خارجه لمجرد انني نثير واحد الفئه من الجمهور، كيف ما دابا كنلقاو بمجموعه من الاعمال اللي كتخلق واحد الضجه، فانت ضد ان تعتمد بعض الالفاظ اللي خارجه اللي ما كتناسبش مع الجمهور، وفي نفس الوقت ما تعتمدش على يعني الاباحيه في الافلام ديالك باش تلفت الانتباه ديال الجمهور. انا اولا انا ضد، ضد 100%، ولكن نقدر نكون ماشي ضد في هاد الاواخر هذه وليت ماشي ضد. علاش وليت ماشي ضد؟ 80%. لما تشوف انت كتكتب اعمال ومعك كتاب سيناريست كيكتبوا اعمال سنه او سنتين هما كيشتغلوا انت معاهم على الشغل ديال داك المشروع داك الفيلم، وكتدفعوا ما كتحضرش بالدعم، راه كتولي تقول انا خصني نعطيهم داكشي اللي باغي، حيت هما داكشي اللي باغي. هذاك هو الكوميرسيال بالنسبه ليهم، كيقول لك انا غادي ندعم فيلم خصني المردود ديالي شنو هو، خصني يكون فيه الابعاء او الكلام الساقط او الكوميديا. راه ما يمكنش نعيشوا في هذه البلاد هذه بهذه الطريقه وبهذا الشيء هذا. حنا دمرنا، انا كمنتج من غير الاخراج، انا كنهضرش على الاخراج، الاخراج الا ما خدمش شركتي نخدم مع شركات اخرى الحمد لله، ولكن كمنتج ومخرج دمرت، وصلت للفايت، وصلت بعت ديوري، وصلت تشتت العائله ديالي الصغيره ما بين الزوجه وما بين الاولاد وما بين داكشي، كان واحد الفراق، كان بزاف ديال الحوايج اكوز سباب هذا الفيلم هذا او هذه الافلام اللي انا كنتجها من مالي الخاص. الفيلم ماشي سهل باش كيطيح، التقنيين راه كيتخلصوا، الممثلين كيتخلصوا، عندك اربعه الاسابيع ديال التصوير راه ما سهلاش، راه النهار كيطيح غير لي فري العادي، لي فري العادي ما بين واحد 10 12 حتى 18 مليون حتى 20 مليون ما كتقدرش تعرف شنو كيخرج لك. كاين الماكله اللي كياكلوا داك الناس، فيها الفطور، فيها البوز، فيها الغداء، فيها البوز، فيها الكوتي، فيها العشاء. راه عندك واحد الممول الحفلات اللي كتسني مع عقده ديال مثلا اربعه الاسابيع، كطيح لك داك الماكله هي اربعه الاسابيع بواحد 20 ولا 30 مليون هي الماكله. يعني مبالغ هائله اللي كتصرف باش يتم الانتاج ديال واحد العمل اللي مو في المستوى، ولكن شكون لمن كتحمل المسؤوليه؟ واش كتحملها المركز السينمائي المغربي لانه هو المسؤول عن الدعم؟ انا بكل صراحه انا ما عمري كنت كنتكلم في هذه المواضيع، وما عمر انا لساني الحمد لله هرابطوا ومدخلوا لداخل، كتجي فيا وكتجي فيا وكتجي فيا وما كنهضرش، لان عارف العواقب لما كتكلم كتحط نقطه سوداء. مي اليوم كنهضر كنتكلم، اليوم اناشد صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله باش يشوف لنا حل مع هاد الناس. كاينه لجنه فيها ناس اللي هما فيهم مواصفات ثقافيه فنيه سينمائيه، وكاين هناك ناس لا علاقه لهم باش يكونوا لا في اللجنه او رؤساء اللجنه او لان ماشي الميدان ديالهم. فخصنا سيدنا نصره الله يشوف فينا. كاين مجموعه ديال المخرجين كلاو العصا، كاين مجموعه ديال المنتجين اللي حلوا شركه ديال الانتاج، بغاو كانوا كيشتغلوا مع شركات ولكن كانوا كيضيعوا في حقهم، فقال انا ندير ديالي بحال اللي درت انا. فملي درت ديالي زدت غرقت. علاش؟ لان ما كايناش مساعده. انا لما المركز السينمائي يعطيني رخصه يعني اغريمون باش نشتغل وما يعطينيش دعم للاعمال، اش ندير ذاك الرخصه؟ انا كنخلص ضرائب، عندي ناس كيشتغلوا معايا، عندي تقنيين، عندي في الاداره كاينه كتيبه، كاين نائب مدير، كاين بزاف، كاين مدير فني، كاين هذوك لي سالير ديالهم منين؟ خاص الدعم. راه كنبيع حوايجي باش كنخلصهم. انا كانت عندي 480 مليون ديال الماتيريال، فيهم كاميرات، كاينه كاميرا اللي كتسوى 90 110 150 مليون، بعتها في كوفيد ب 7 مليون. كان اورديناتور اللي كنديروا فيه بوست برود المونتاج اللي مشري ب 8 مليون ونص، باع ب 4000 درهم في كورونا. عباد الله، اين هو المركز السينمائي؟ اين هو الدعم؟
ملي انا 5 سنين وانا عندي شركه الانتاج وكنخلص قوانين ديالي ومقاتل معاها وما عمري حضيت بدعم. ولما يكون عندك عمل صورتيه من مالك الخاص وما خديتيش عليه الدعم لا قبل الانتاج ولا بعد الانتاج وكتسديه مصور ناضي للقناه قناه ديال التلفزيون فراه خصك تاخذو من عندي ما تشاورش معايا حيت انا جايب لك شي حاجه واجده وما فيهاش شي حاجه اللي خايبه مقبوله للجمهور المغربي. والا طلينا غير على في اليوتيوب على القنوات ما شاء الله ديال الاعلاميه والصحفيه وشنو داروا على الضجه اللي نالت على الفيلم ديال كازا اوفردوز فنلقاو هنا واحد التناقض كبير ما بيننا. وعلى ذكر التناقض مؤخرا مجموعه من الناس اللي كيقولوا بان السينما والدراما المغربيه شهدت واحد التالق، فواش انت كتشوف ان هذه الهضره صحيحه؟ واش هذا الكلام صحيح؟ واش فعلا كاين واحد التالق في الساحه الفنيه المغربيه سواء على المستوى الدرامي او السينمائي؟ اكيد كاين تالق كبير الحمد لله. اليوم كنشوفوا ولات صناعه السيناريو، ولات السيناريو اللي فيه مواضيع، فيه دراما، فيه يعني كنتفرجوا المشاهد المغربي ولا كيشوف مسلسل مثلا في رمضان راه كيتبعوا سواء كانت مرأة كبيرة ولا صغيرة ولا دري صغير ولا هذا كيشوف مسلسل رمضان كيتبعوا. كاين دراما، كاين تألق لا بالنسبة حتى للممثلين حتى بالنسبة للطريقة ديال المخرج كيفاش عنده إدارة الممثل، كيفاش كيدير هذاك الممثل ويخرج منه ذاك الشيء اللي بغى. الحمد لله اليوم كنعيشوا هذا الشيء ولكن راه عندنا نقص بزاف ديال الحوايج. ها التألق كاين، ها سيناريوهات كاينين، ها كاين ما يدار باش نديرو هاد الشيء. يعني كنرجعو للموضوع، كنرجعو لنفس الموضوع باش نديرو هاد الشيء فعلا. ففي الختام بغينا نعرفو شنو الجديد ديال عادي العمر؟ فالجديد انا قلت لك الجديد كان تقدمنا بمشروع ديال فيلم هو تكريم الامن المغربي وبغينا نبينو فيه بزاف ديال الحوايج ما شافوش فينا كاع ميم با حتى الجواب لحد الان مازال ما توصلش بالجواب لماذا ما هو السبب رفض هذا العمل مازال ما توصلناش به. كاين طرق اخرى الحمد لله كنقول واحد المثل المغربي اللي عنده باب وحده الله يسد عليه. كما تقاتلنا ومتنا وحطينا دمنا وعروقنا وفرقنا ولادنا على قبل المشروع الاول كذلك هذا المشروع الثاني كاينين الناس اللي بغاو يحطوا يديهم اللي هما برانيين على المركز السينمائي عرفوا بان الفيلم فيه تكريم الامن المغربي وفيه بان بلادنا ما يدخل يوسخها حتى شي واحد سواء كان مافيوزي سواء كان ارهابي سواء كان كيتصدى له الامن المغربي قبل ما يحلم بها كيحلموا به. كاينين الناس اللي بغاو يعاونوا حنا كنجاروا معاهم والكامل على الله وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى هاد الناس المسؤولين ديال قطاع السينما يعيدوا النظر في راسهم. في الختام ما غنقفلوش الحلقه ديالنا وحنايا نعم. مقبلين على سنه جديده 2023 نعم. فبغينا كلمه منك في حق 2022 كون كانت شخص شنو تقول لها؟ كون كانت شخص شنو نقول لك هو ولو تكون شخص انا نقول هو الامر لله سبحانه وتعالى. اي حاجه في الدنيا في الحياه ديال الانسان راه لا يصيبنا الا ما كتبه الله لنا، راه كل شيء بالمشيئه الله سبحانه وتعالى، الرزق بيد الله، السنه كدوز بيد الله، داز هي ليس سنه 2022 بل هي 22 21 و20 كانوا سنوات اللي هما صعب ماشي صعاب الا قلت سوداء ما غيكفينيش اللون الاسود. فالله يفاجئ الجميع، كنتمنهم الله سبحانه وتعالى يرفع علينا شي كامل الاضرار كاملين ويهدي هاد الناس ويشوفوا فينا ونوضوا نديروا اعمال. ومن هذا المنبر الطيب انفاس تي في اللي هي كنحسبها داري الثانيه الحمد لله كنجي كندخل وقت ما بغيت، فيها صحفيين مرموقين، فيها الناس اكفاء الميدان الصحافه. فكنقول لكم كاملين سنه سعيده كلكم وجميع المغاربه الشعب المغربي لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله والاسره العلويه، وكنتمنوا يا ربي يا ربي سنه 2023 تدخل علينا بالخيرات وبالاعمال ان شاء الله وكل ما يتمنى الجميع إن شاء الله. شكرا. فمشاهدينا وصلنا بهذا لنهاية لقائنا اليوم، على أمل أننا نتلقاكم في لقاء جديد إن شاء الله ومع ضيف جديد وموضوع جديد. بسلام عليكم.